رجعنا لحضراتكم مرة تانية. النهاردة معانا موضوع مهم، أعتقد إن هو بيهم كل اتنين مرتبطين أو هيبدأوا حياة جديدة مع بعض ويستعدوا لحياة جميلة إن شاء الله. هل المفروض إن أنا أكون خطوبتي مدتها طويلة ولا المفروض تبقى مدتها قصيرة؟ يعني إيه الأحسن أو إيه الأنسب؟ طب النسب بتقول إيه؟ النسب بتقول إن الناس اللي الخطوبة بتاعتهم مدتها قصيرة بيسيبوا بعض بسرعة ولا العكس صحيح؟ يعني أعتقد إن هنا الموضوع بيبقى شوية متوقف على إن أنا أبقى عارفة شخصية اللي قدامي، اتعرف على دماغه، نبقى عارفين طباعنا زي بعض ولا لا، عارفين نتعامل مع بعض يا ساره ولا لا، واصلين لنقطه للتفاهم في الاول وفي الاخر ولا لا. مظبوط جدا يا فرح، وعشان هي فتره مهمه جدا طول الوقت عليها خلاف، تكون طويله بحيث الطرفين يعرفوا بعض كويس قبل الجواز ويتاكدوا انهم يقدروا يعيشوا سوا، ولا تبقى فتره قصيره عشان ما يكونش فيها مشاكل بين الطرفين او بين العائلتين تحديدا كمان، لانه كل ما بالفتره بتطول كمان بيبقى في بقى الاهل بيخشوا بقى والمشاكل بتبدا والحاجات دي كلها. النهارده هنناقش معاكم الموضوع ده من وجهات نظر مختلفه ومن وجهات نظر الشباب. ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده في الاستوديو واكيد كان ليهم تجارب مع فتره الخطوبه الطويله والقصيره، معانا النهارده الاستاذه دعاء سعيد والاستاذ انس. اهلا بيكم معانا النهارده. ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا بيك يا استاذ انس. اهلا بحضراتكم. كنت عايزه اسال حضرتك استاذ انس، انت ليه ضد الخطوبه انها تبقى طويله شويه او ان احنا يعني احنا نتعرف على بعض؟ يعني ليه اتخطب اتجوز على طول؟ هو مش مبدا انت تخطب تتجوز على طول، بس يعني مثلا الماكسيمم للخطوبه مثلا نقول سنه تبقى حد كويس. سنه كل ما تكتر عن سنه بيبدا المشاكل، مثلا غيره، بتخش تحت بند تحكمات، مصاريف للشاب وبرضه للشاب العروسه. طيب دي كلها بتحصل بسبب مشاكل اوكي. استاذه دعاء، يعني انت برضو بتشوفي ان فتره الخطوبه لما بتكون طويله شويه ده بيدي فرصه للطرفين ان هما يدرسوا بعض، يكتشفوا بعض في وقت الخلاف، لانه وقت الخلاف احنا بنبان اكتر، مشاعرنا بتكون صادقه اكتر، فانت شايفه انه فتره الخطوبه لما بتكون اطول ده بيكون لصالح العلاقه ولا بيكون ضدها؟ انا شايفه ان فتره الخطوبه دي فتره انتقاليه ما بين ان البني ادم يكون عايش في بيت اهله زي ما احنا بنقول او بيعيش مستقر لنفسه، وما بين ان هو بعد كده بيعيش مسؤول عن بيته وعن اسره وعن حاجات كتير، فبالتالي بالظبط لازم ياخد وقته بالكامل. وقته بالكامل برده ما يبقاش طويل قوي، ما يبقاش قصير بالفتره اللي تخليه ما يعرفش هو بيعمل ايه. يعني مش فتره الخطوبه للاسف الاهالي عندهم فكره ان هي عباره عن فتره احنا بنعمل فيها التجهيزات فقط، لكن الطرفين المفروض ان هم بياخدوا الفتره دي ان هم يعرفوا بعض ويدرسوا بعض، بيتحطوا في بعض المشكلات اللي ممكن يواجهوا النموذج الاكبر منها في حياتهم، فبالتالي هم المفروض يكتشفوا بعض اكتر وهم اللي يحددوا. انا شايفه ان الطرفين هم المفروض يحددوا صح. هل هم الفتره دي ينفع تبقى طويله او قصيره. ممكن ان هم في الاول يروحوا لاهاليهم والاتفاق في الاول يقول ان الفتره من 9 شهور لسنه او سنه ونص، بس ممكن الطرفين يشوفوا ان احنا فعلا ممكن نعيش مع بعض بس احنا محتاجين فتره اطول. للاسف الاهالي عندنا في المجتمعات الشرقيه ما بتفهمش الكلام ده، متحكمين بالظبط. يعني خلينا نقول الاهالي يا ساره هم متحكمين في الامر اذا كانت الخطوبه تبقى قصيره او طويله. مع احترامي لجميع الاسره، بس اعتقد ان ده شيء زي ما انت قلتي فعلا بيتوقف على الشخص، يعني الاثنين اللي بيحبوا بعض اللي هم قرروا يبقوا في الخطوبه دي كده. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال برضو، انت شايف انه مع انت المده القصيره، طب في المده القصيره دي انا هقدر اتعرف على الشخص ده، هو بيحب ايه، هو بيكره ايه، احنا طبعنا واحده ولا لا، دماغنا شبه بعض ولا لا، وهو متعصب بيعمل ايه؟ يعني الفتره القصيره دي كافيه انه انا هتجوز الشخص ده وهنجب منه اطفال وهعيش معاه حياه كامله؟ بصي، هو الفتره مش قصيره، يعني سنه مش فتره قصيره. انا كل ممكن مثلا اقول لك ان السنه دي بتعدي يعني صاروخ طلقه. انا معلش شخصيا واحد صاحبي قعد قصه حب وخاطب 3 سنين ويعني 5 شهور خاطب اتجوز ومشاكل وصل لحد الطلاق. فهي مش فتره الخطوبه مش مقياس. ان انا مثلا بتعرف، انا ممكن اتعرفت في الشخص وانبهرت بيه وحبيته وكل ما فيش اي مشكله، بس بكتشف مشاكل بعد الجواز اكتر. طب عشان كده بقى المفروض ان فتره الخطوبه تكون اطول عشان ندرس بعد اطول زي اقصر. ايه؟ اطول زي اقصر. اطول زي اقصر؟ زي اقصر بالنسبه لك يعني؟ يعني انا قعدت مثلا سنه، انا في السنه دي ممكن تختلف من شخص لاخر ان هو يختار يعرف البني ادم اللي قصاده، يفهم دماغه اكتر من كده بسبب مشاكل. تمام، عشان كده ما بقتش الخطوات طويله. طيب احنا برضو اكيد نزلنا الشارع عشان برضو نبقى عارفين راي الناس، هل هم مع ولا ضد الخطوبه تبقى قصيره ولا طويله؟ خلينا نشوف راي الناس في الشارع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
رايك، فتره الخطوبه الطويله ولا القصيره وليه؟ لا انا من رايي تكون متوسطه، لا هي طويله قوي ولا القصيره قوي، بس عشان يعني الاثنين يقدروا يعرفوا صفات بعض، شخصيات بعض، تبقى في مواقف بيننا وبين بعض نعرف نحكم من خلالها. الخطوبه لما بتكون فتره صغيره العيوب بتستخبى ومتفاجئ بيها بعد الجواز، فارجح ان احسن حاجه في الدنيا ان تكون فتره الخطوبه طويله، اقل حاجه سنه ونص. الطويله طبعا يعني الواحد ياخد فرصه انه يقدر يتعرف على اللي قدامه وصفاتها ويعرف شخصيتها، بس يعني على حسب، انما لان لو هم على معرفه مسبقه على بعض اكيد القصيره يعني. القصيره عشان كل ما الفتره بتزيد كل ما المشاكل بتزيد اكتر يعني. اللي هياخد الخطوه دي لازم هيبقوا اتنين المفروض يعني من رايي يبقوا عارفين بعض واخدين قرار ان هم هياخدوا الخطوه دي، فقبلها بفتره كافيه هم بقى بيعرفوا بعض كويس وخدوا الخطوه دي، فهم لو شايفين انه محتاجين فتره اكتر في الخطوبه بشكل رسمي نتعرف على بعض اكتر اوكي، شايفين انه لا خلاص احنا عرفنا بعض وعايزين ننجز بقى خطوبه وفرح براحتهم، فالموضوع نسبي جدا. بس انا طبعا مع فكره انه الناس تعرف بعض كويس قبل ما ترتبط. كنت خاطب فتره يعني تقريبا من 8 شهور لسنه، اكتر من كده لو زادت اكتر من كده بيبقى ليها مشاكل والموضوع المشاكل كلها بتكتر، ولو اقل من كده مش هتبقى كافيه ان انت تعرفي الشخص اللي قدامك. لو قصيره قوي مش هيعرفوا بعض بالشكل الكافي، ولو طولت قوي الموضوع هيبقى ممل شويه. كل ما بتطول المشاكل بتكتر، قصيره بتكون احسن. خلينا في الشارع بيقول الاعتدال هو احسن شيء، لا الفتره الطويله قوي بتاعه الخطوبه حلوه ولا الفتره القصيره، عشان احنا برضو في الاول وفي الاخر مش بنبقى عارفين بعض. بس انا اعتقد ان في راي كل الناس هتتفق عليه، انه لو انا مرتاحه ولو انا فهمت دماغ اللي قدامي وما فيش علامات حمراء انا شايفاها ريد فلاج ان انا عماله اعاند مع نفسي، بس سواء فتره قصيره او فتره طويله وانا برضو هكمل في العلاقه دي، ما اعتقدش ان الوقت هنا هيفرق، التفاهم فقط لا غير هو اللي بيفرق. خلينا بقى هنرجع لحضراتكم مره تانية واسالك سؤال شخصي شويه، احنا لو رجعنا لفتره الخطوبه بتاعتك تاني، انا عارفه انت متجوزه دلوقتي، لو رجعنا لفتره الخطوبه تاني كنت عايزاها تطول اكتر ولا تقصر، ولا انت كده شايفه ان انت خدتي القرار المناسب؟ لا كنت عايزاها تطول اكتر من كده. تطول اكتر من كده. هي فتره الخطوبه كانت قد ايه تقريبا؟ سنه وثمان شهور. الله، طب حلو قوي. سنتين يعني. ظروف يعني انا كان الظروف بتاعتي، بس المشكله ان كان زي ناس كتير قوي ممكن تبقى مخطوبه لواحد مسافر بره شغله مش جنبها، فللاسف التعامل عبر الشاشه ده ما بيعرفكيش الشخص اللي قدامك يعني 100%، صح؟ مستحيل. فانا كانت كل المشكله انا زوجي كان بيشتغل في سينا، فسينا كان كل الكلام في التليفون، ولو نزل اجازه مرهق جدا، يا اما بنشتغل في التجهيزات يا اما الاهالي الزياره العائليه الجميله اللي هي زي ما احنا قاعدين كده. فبالتالي ما فيش المعرفه القويه، كنا عايزين فعلا نطول فتره الخطوبه سواء انا او هو علشان نكتشف عيوب بعض اكتر، هي دي القصه. هل العيوب دي هيعرف نتعايش معاها وبعد كده نقدر نستمر بيها، ولا العيوب دي عيوب ارجنت قوي مش هتقدر ان انت تستمري بيها بعد كده؟ خطوط حمراء فعلا. بالظبط، خطوط حمراء هتبعدني عنها. كلنا مليانين عيوب، بس هل العيوب دي انت هتتقبليها ولا مش هتتقبليها؟ متناسبه مع شخصيتك ولا لا؟ بالظبط. انا ممكن اتقبل عيب انت ما تتقبليهوش، صح ولا غلط؟ اكيد. فبالتالي هي دي كل القصه اللي كنا عايزينها. وفعلا بعد الجواز اكتشفنا حاجات كتير جدا ما كناش نعرفها عن بعض، كتير جدا بمعنى الكلمه. وفي حاجات احنا بقينا واقفين عليها ان احنا لو جينا كنا عرفناها فتره الخطوبه ممكن فعلا ما كناش كملنا، او كنا حاولنا نتاقلم مع بعض او نتكلم بتفاصيل. انتوا لسه مكملين مع بعض؟ طب الحمد لله. بقالي 4 سنين. طب الحمد لله. انا بتكلم في العموم. انت ممكن هرجع لك عشان انا عايزه اعرف ايه هي التفاصيل اللي قدرتوا تتغلبوا عليها بقى بنضجكم يعني بوعيكم، واكيد انتوا برضو اشخاص قدرتوا ان انتوا تتعاملوا مع اخطائكم او مع تغيركم بشكل جميل نحب نستفيد منه. استاذ انس، حضرتك عندك بقى تجربه في الخطوبه الطويله ولا القصيره؟ كانت اتفاق سنة وحصل انفصال بعد 8 شهور. يعني انت كنت خاطب لمدة سنة وبعد كده حصل انفصال. إيه كان ايه سبب الانفصال؟ هل لانه الخطوبة كانت طويلة من وجهة نظرك؟ انا مش عارفة طويلة بالنسبة لك هتبقى سنة ولا ايه؟ لا، هي سنة المعتدل بتاعها الخطوبة. معتدل. طيب ايه سبب الانفصال؟ هل كان المفروض تقعدوا اكتر من كده مع بعض ولا ايه؟ لا، هو كان شيء نصيب، جاء النصيب شوية. بس بترجع تحت بند مثلا هنقول التحكمات. نعم. ان مثلا انا مش حابب ان انت تخرجي، انت مثلا بتعملي دي علاقه بسمعان الكلام بقى مين فيكم الشخصيه. الشخصيه، فكان في الطرف الثاني حابب ان هو يفرض شخصيته شويه. لكن السنه دي قدرت من خلالها تعرف شخصيتها كويس؟ يعني السنه دي ساعدتك في ده ولا لا؟ قبل الخطوبه.
كان في قصه حب قبل الخطوبه. طيب احنا دلوقتي معانا زينه على التليفون. اهلا بيك يا زينه. زينه طيب زينه هترجع لنا تاني ان شاء الله. اتفضل كمل. يعني كان في قصه حب قبل الخطوبه بالظبط. قد ايه بقى كان الوقت؟ بتاع القصه حب سنتين. كويس. يعني انتوا عارفين بعض المفروض. كويس. المفروض طبعا تعرفوا بعض كويس قوي. بس انت لو حبيت ترتبط بقى واكيد ده هيحصل طبعا ان شاء الله، تحب ان فتره الخطوبه تكون اقصر من سنه ولا اطول من سنه؟ برضه هتبقى في رينج السنه. طبعا السنه المعتدله. عظيم جدا. الفكرة انه السنة او اقل من السنة هي انه احنا بنحاول فيها نكتشف مميزات وعيوب بعض ونشوف فين احنا هنقدر نتماشى مع المميزات دي والعيوب دي نقدر نتقبلها ونعيش بيها، لانه مفيش انسان خالي من العيوب. دي حاجة احنا مخلوقين بينا، فينا الشر وفينا الطيب وفينا العصبي وفينا الهادي، فينا كل حاجة. فبتشوف ايه اكتر حاجة في الخطوبة ناخد بالنا منها هي دي اللي بتعرفنا الشخص اللي قدامنا على حقيقته؟ يعني هنقول مثلا بيته، تربيته في البيت، النظام اللي ماشي بيه البيت هو ده اللي هيتشوف بيه مش دنيتك بعد الجواز. الاهل بقى، الاهل بتاع بتاعت البنت وبالذات والدتها، ده اهم حاجة. البيئة اللي هي متواجدة فيها. طب احنا زينة رجعتنا على التليفون تاني. اهلا بك يا زينة. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. قولي لي يا زينه، انت مع فتره الخطوبه تبقى قصيره ولا تبقى طويله؟ وهل عندك تجربه مريتي بيها ولا لا؟ انا والله من وجهه نظري من خلال تجربتي الشخصيه بقول انه الفتره لما تكون طويله هتبقى افضل بكثير. على الاقل هيبقى يعني عرفنا عن حاجات بعض، مع انه برضو في حاجات متناقضه ما بين ده وده، ان ممكن تبقى فتره الخطوبه طويله بس برضو ما بنبقاش صراحه مع بعض، ما بنواجهش بنتجمل جوانا. حضرتك سامعاني؟ سامعاكي طبعا. بنتجمل في فتره الخطوبه، فعشان كده احنا مش بنبقى عارفين بعض كويس حتى لو كانت الفتره مش قصيره. للاسف، لانه بتبقى برضو سبب رئيسي ان احنا مش صراحه مع بعض، او مش يعني كل واحد بيمثل على الثاني في الفتره دي. ما اعرفش ليه. طب يعني انا كنت عايزه اوجه بس حاجه في الموضوع ده، هو ايه اللي خليك انت كراجل او انت كست مثلا تمثلي انكم كنتوا كويسين في الفتره دي وانتوا عارفين ان وقت ما تتحطوا في بيت واحد كل حاجه هتظهر على حقيقتها، مش هتكسبوا اي حاجه غير انتوا، هيبقى اسمك مطلق وهيبقى اسمك مطلقه والاولاد اللي هتظلموا في النص. فانا اتمنى انه فتره الخطوبه سواء كانت صغيره او كبيره ان احنا نبقى صراحه مع بعض، ونبقى يعني كل واحد يقول هو عايز ايه من الطرف الثاني. كل واحد يقول انا عيوبي كذا ومميزاتي كذا. هل انت قابل عيوبي؟ تمام، نبقى احنا متفقين. قابل انك انت تصلح العيوب تكمل مع بعض. مش قابل وشايف ان انا انسان مش كويس ومش بناسبك، خلاص يعني اللي اوله شرط اخره نور وكل واحد يروح لحاله. الصراحه كمان بتبقى كويسه جدا في العلاقات. جميل. بس هي برضو فتره الخطوبه دي اتعملت عشان احنا نعرف بعض وعلشان نشوف بقى يعني احنا قادرين نكمل مع بعض ولا لا. بس للاسف دلوقتي مع زياده نسبه الطلاق يعني فتره الخطوبه ما بقتش صفر، لا اما طويله ولا قصيره، كل واحد علشان للاسف ما بقناش صراحه مع بعض، ما بقناش كل واحد عايز يبين احلى ما فيه. وللاسف بنجرب عيوب كتير جدا مش بنكتشفها غير مع المعاشره فيما بعد، في اول سنه او ثاني سنه او ثالث سنه جواز. شكرا ليكي استاذه زينه، والله كلام فعلا جميل جدا. وده يخليني اسالكم، انتوا بتنصحوا بايه طوبه؟ لان فكره التجامل دي هي مؤذيه يعني بكل اشكالها، لانه بعد الجواز هنتصدم وبعد الصدمه بيحصل انفصال ومفيش حد بيتاذي غيرنا، ولو في اطفال دي بقى بتبقى قصه ثانيه خالص. فهتنصحوا بايه؟ ايه الحاجات اللي تاخدوا بالكم منها كويس قوي في وقت الخطوبه؟ تنصحيها ان هي تبقى على حقيقتها، تبقى بتتجمل نوعا ما عشان برضو يعني يكون في نوع من انواع الاشتياق والحاجات دي، تنصحوهم بايه؟ هو التجمل عمره ما بيعمل اشتياق. لو كل بني ادم فعلا بقى على طبيعته ده مش هيعمل مشاكل بعدين. وعايزه برضو انصح بنات كتير قوي ان ما تحاوليش ان انت تتغاضي عن اي علامات ممكن تظهر لك. بمعنى ان لو في علامه ظهرت ان الشخص ده مش مناسب ليكي ما تحاوليش تقوي. يعني انا بصي اكتر حاجه بختبر فيها فرح الراجل يا استاذ انس بقى فتره الخطوبه البخل. حلو.
حقيقي يعني لا يعني بيبان بقى على طول في الوقت ده او مش هيعرف يتجمل في العيد مش هيقدر هيجرى له حاجه لا عشان البخيل مش بخيل بس في الفلوس ولا في العزايم ولا احنا خارجين بخيل في مشاعره يعني صح. الكلمه اللي بيقولها لك الكلمه اللي انت المفروض تسمعيها وقت الخطوبه هتلاقيك بتسمعيها بالقطاره يعني مش هتلاقيك بتسمعيها كده زي الخطاب بقى لو احنا المفروض بنحب بعض دلوقتي ودي احلى فتره رومانسيه مش هتسمعي الكلام ده فهنا تعرفي ان البخل مش بخل فلوس وهدايا في حاجات اوحش من كده بكتير بخل المشاعر دي اعتقد دي اسوأ صفه ممكن اي حد يتعامل معاها صح استاذ انا ما استحملهاش على نفسي خالص البخل مش واحده ممكن بكل اشكاله مرفوض بصراحه يعني استاذ انس بيقول البخل الاجتماعي جربت البخل الاجتماعي ده قبل كده مش بخل الاهتمام 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 هو بخيل الاهتمام مش بخيل فلوس او ماديه جدا فعلا مظبوط ايه تاني من الصفات اللي ممكن نكتشفها في وقت الخطوبه في الراجل والبنت عصبيته هل الليمت بتاع العصبيه اللي ممكن يوصل له هل انت هتتحمليه بعد الجواز ولا لمجرد ان انت في الخطوبه مثلا شايفه ان انت لسه في فتره ظريفه فبعد وكلمه بقى بعد الجواز هو هيتغير أيوة. ما تقلقيش بعد الجواز والمسؤوليه والاطفال هيغيروه اوعي تقلقي لا اقلقي هسألك سؤال بقى ممكن انت مثلا ما تكونيش عديتي يعني بمشكله شخصيه أوكي. بس اكيد انت عندك اصحاب كتير وقرايب وفي حقيقي. تجارب كتير يعني احنا البنات ما بنبطلش رغي عارفين مشاكلنا كلها طيب ايه مثلا مشكله قابلتيها عند حد من صحابك وفي فتره الخطوبه وحاسه ايه ده انا لو العيب ده كان في خطيبي او العيب ده كان في علاقتي انا كنت مستحيل اكمل حقيقي ان هو يكون فعلا الحمد لله انا ما عنديش العيب ده في البيت بس حقيقي لما بيكون الشخص بيوصل بيه المرحله في الانفعال لانه يبقى صليط اللسان دي حاجه صعبه قوي لو انت جربتيه في اكتر من موقف مش هقول جربتيه بس ظهر مهما تجمل فتره الخطوبه هيبان ان انت احتجتيه في مواقف وما لقيتيهوش واحده مثلا تقول لي انا كنت سايق مثلا في المستشفى مع والدي وحصل وحصل وهو ما جاش وهو ما جاش دي كات على طول ابعدي اجري طب ما جاش عشان هو في شغل يا ساره ومثلا يعني ممكن نديله عذره ولا ما جاش عشان هو فاضي ومش طيب. عايز يجي ايا كان صدقيني ايا كان ولو في شغله ممكن هو يعوضها بطريقه ثانيه هتلاقيه بيسال على طول هتلاقيه ما تلاش بالتليفون هتلاقيه بعت حد من اهله هتلاقيه يعني بقى مشغول بالابديت بتاعك على طول خلي بالك انا بحاول اجيب السؤال بطريقه ثانيه عشان بس ما حدش يقول ان احنا ايه جايين عليهم قوي فانا بس عشان حضرتك ما تزعلش فانا بحاول ادي بس مبرر ازاي تبقى خطيبتك في المستشفى وانت عارف انها تعبانه او عند الدكتوره او ايا كانوا ما تروحش غير لو انت عندك حاله طارئه عليك ملوش مبرر ملوش مبرر طب الحمد لله ان انا تحت ظرف طارئ ان انا في الشغل مش عارف اتحرك من مكاني هتعوضها بطريقه ثانيه بس فعلا مثلا على الفون 24 ساعه لحد ما تطلع او والدتي اي حد شوكولاته ورد الحركات دي يعني احنا فعلا البنات عشان احنا دايما بنحب بندور على السند وبنفتش عليه طول الوقت فبنحب ان الراجل يكون في حياتنا هي فترة يكون هو هو دايما بيبقى بيتصدر في كل حاجه قويه حاجه كبيره والحاجات دي كلها فرح اتمنى انه بجد فتره الخطوبه مش بقى فكره تكون طويله ولا قصيره بس تكون حقيقيه هم حقيقيين فيها صح بس صح يا ساره يعني استاذه دعاء انت نورتينا جدا النهارده واستاذ انس انت نورتينا النهارده اهم حاجه اكيد تبقوا حضراتكم استفدتوا من الفقره دي بس الاهم ان انتوا تبقوا مرتاحين يعني مش مهم فتره الخطوبه تبقى طويله قوي او تبقى قصيره قوي المهم انها تبقى مريحه المهم ان ما يبقاش فيها تجمل التجمل ده عشانك وعشانه على فكره عارفين ليه؟ عشان اول ما تدخلوا بيتكم والباب هيتقفل كل حاجه هتبان على حقيقتها، كل المشاعر اللي احنا كنا بنحاول نزيفها، كل الطباع اللي مش عندنا كنا بنحاول نكتسبها عشان بس يحبونا اكتر او عشان اضمن ولاءه ليا او العكس صحيح، كل ده بيختفي مع الجواز، فارجوكم انتوا اللي هتندموا لو حاولتوا ان انتوا تتجملوا زياده عن اللزوم، اكيد احيانا ساعات بنحب نتجمل عشان نبقى كيوت ونبقى مختلفين والحاجات دي كلها اساسيه تبقى موجوده، بس التجمل طول الوقت ان انا ابقى مش على طبيعتي طول الوقت صدقيني هتتجوزي او هتتجوز هتلاقي نفسك مش ده الشخص اللي انت اتجوزته مش ده الشخص اللي انت مرتاح معاه مش ده الشخص اللي انا اخترته بقلبي وبعقلي لا ده شخص تاني عشان ده شخص كان بيتزيف طول الوقت ومش ده اللي انا حبيته فلازم الحقيقيه والراحه اهم بقى سنه سنتين شهر شهرين انت وانت اللي تقرروا مش الاهل مش اي حد تاني انتوا اللي هيتقفل عليكم باب لوحدكم خلينا نروح لفاصل صغير جدا ونرجع لفقره تانيه